تركوا لنا الكثير ورحلوا، تركوا إرثا عظيما وتراثا زاخرا وعادات وتقاليد أصيلة تربطنا ببعضنا البعض وترسم لنا مسارا مضيئا إلى دروب الأمان. سراي. الفنان حسين جاسم. ولد الفنان حسين جاسم عام 1944 في منطقة شرق، وحصل على دبلوم معهد المعلمين شعبة الموسيقى، وذلك عام 1967. عمل الفنان حسين جاسم مدرسا لمادة التربية الموسيقية لأكثر من 20 عاما، إلى أن ترقى ليصبح مديرا لإحدى مدارس وزارة التربية. وكان الفنان الراحل قد بدأ مشواره مع الأغنية عام 1967، وسرعان ما انطلق بقوة نحو النجومية والشهرة، حتى أصبح خلال سنوات قليلة أبرز مطرب كويتي يقدم الغناء الأصيل، ويمتلك صوتا عذبا وإحساسا بالكلمة وحضورا مميزا. قلبي غنى في جمالك وتغزل في هواك، قلبي غنى في جمالك وتغزل في هواك، ما هتف باسم بدالك أو تناساك ونساك، قلبي غنى في جمالك وتغزل في هواك، قلبي غنى في جمالك وتغزل في هواك. ولم يكن الفنان حسين جاسم متحمسا لخوض تجربة الغناء العاطفية، وربما يرجع ذلك للبيئة التي عاش فيها وعدم اقتناعه بذلك، لكن عندما قدم أغنية أبو الموجة التي نجحت نجاحا كبيرا أحدثت تحولا كبيرا في مسيرته الفنية، وهي من كلمات جاسم شهاب وألحان عبد الرحمن البعيجان. وكان الفنان حسين جاسم أحد الأصوات الشابة التي اندفعت لتقدم نفسها في مجال الأغنية. ربما لم تبرز موهبة الغناء لديه في الصغر، لكن دخوله معهد المعلمين لدراسة الموسيقى كان عاملا أساسيا في الكشف عن موهبته. حلفت عمري ما أشوف صور ملامح فيها من رسمك، حلفت إني ما أفتح يوم كتاب يحمل معاني اسمك، حلفت عمري ما أشوف صورة ملامح فيها من رسمك، وحلفت إني ما أفتح يوم كتاب يحمل معاني اسمك، حلفت عمري ما أشوف صورة ملامح فيها من رسمك، حلفت إني ما أفتح يوم كتاب يحمل معاني اسمك، وبمسح كل رسالة حب ولا خلي أثر بالقلب. ومع ذلك فإن ظهوره كمطرب على الساحة الفنية جاء بعد نجاحه في تقديم أناشيد دينية وأغاني وطنية خلال الحفلات التي أقامها المعهد أنذاك، وقد برز في تقديم الموشحات. وقبل أن يتجه إلى الإذاعة شارك الفنان حسين جاسم في أوبريت غنائي بعنوان المنبوذ، وكانت انطلاقته الفنية في تقديم أجمل الأغنيات الوطنية والدينية والعاطفية. قال أولانا خمرة العشاق في المحسن والورد في الخاد والتفاح في الصدر، حورية أحيان. قدم الفنان حسين جاسم العديد من الأغنيات التي ما زالت إلى اليوم عالقة في قلوب وذاكرة الناس، لا سيما جيل السبعينيات والثمانينيات، ومن أشهر أغانيه أبو الموجة وحبيبي شمعة الجلاس وناعم العود ويمعي ريس
والتي لاقت جميعها صدى واسعا في الكويت وفي دول الخليج. ثم غنى بعدها واحدة من أروع أغانيه وهي حلفت عمري، التي كتب كلماتها الشاعر ماجد سلطان ولحنها الملحن يوسف المهنا. عرفتك زين على الحبل، عرفتك زين على الحبل، ليك يحب واحد وانت تحبني، ليك يحب واحد وانت تحبني، وانت تحبني ساعة تلاقيني وساعة وهو يلقى. أما على صعيد الأعمال ذات الطابع الديني، فكانت أولى أغنيته في هذا المجال يا إله الكون، والعديد من الأعمال الأخرى التي يطلق عليها البعض مسمى تواشيح دينية. وفي أوج تألقه الفني أعلن الفنان الراحل حسين جاسم اعتزاله الفن عام 1974 والتوقف عن الغناء، واستمر على موقفه حتى عام 1991، حيث عاد إلى الساحة الفنية مجدداً من بوابة الأغنية الوطنية، فقدم العديد من الأغنيات مثل هلة عياد النصر يا كويت، وجانب من مشاركته في الأوبريتات الوطنية ومنها أوبريت القادة بمناسبة انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في الكويت عام 1991، وأوبريت سلاحي كلمة الحق. سمراء ويا نفح الورود، سمراء سمراء ويا حكايات العتاب، حكايات العتاب، سمراء سمراء ويا نفح الورود، سمراء سمراء ويا حكايات العتاب، حكايات العتاب، سمراء سمراء ويا نفح الورود، سمراء سمراء ويا حكايات العتاب، حكايات العتاب. كما أعاد الفنان الراحل تصوير بعض أغانيه القديمة بطابع جديد وحديث، وأشهرها حلفت عمري، حيث لقيت هذه الخطوة آنذاك ترحيباً من الجمهور والوسط الفني، لا سيما الصحافة التي قابلت عودة الفنان حسين جاسم بالقبول والترحاب. الفنان حسين جاسم قامة فنية رائدة، قدمت عطاءات بارزة على الساحة الغنائية محلياً وخليجياً وعربياً، وله كم كبير من الإسهامات التي تركها في أعمال غنائية ستظل محفورة في أذهان الجمهور الخليجي والعربي خلال مسيرة عطاء طويلة اتسمت بالإبداع والرقي والتميز، سطر من خلالها إرثا فنيا خالدا في تاريخ الفن الغنائي الكويتي. الفرحة طابت يا هوى والسعد غنى، بدر الليالي استوى ونور محلنا، الفرحة طابت يا هوى والسعد غنى، بدر الليالي استوى ونور محلنا، توالفت القلوب محبوب مع محبوب، توالفت القلوب محبوب مع محبوب، ليلنا يعدي والنهار ما ندري عنه، والنهار ما ندري عنه. ونلفت إلى أغاني جميلة كثيرة من بينها طابت الفرحة، وتوني عرفتك زين، ودنيا الهوى، وشمعة الجلاس، ويا بعريس، والعيد هالهلالة، وغيرها الكثير من الأعمال المتميزة في مسيرة الفنان الكبير الراحل حسين جاسم.